أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامجنا العربي اليوم. 26 عاما مرت على وفاة الخميني مؤسس الجمهورية الإيرانية، جمهورية ساهمت بشكل واسع في بناء مؤسساتها، ومن أبرز هذه المؤسسات الحرس الثوري الإيراني، مؤسسة ضخمة لها وزن سياسي واقتصادي لا مثيل لهما في المنطقة، مؤسسة رافقت التاريخ المعاصر لإيران ولكل المنطقة، شاركت بشكل مؤثر في قمع الثورات الداخلية وفي التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. نناقش نفوذ الحرس الثوري الإيراني على الصعيدين الداخلي والخارجي ومستقبله عشية الاتفاق حول النووي الإيراني الذي سيقلب الموازين في المنطقة وتأثير ذلك على الصراعات التي يشهدها الشرق الأوسط. ولكن بداية نرحب بضيوفنا، معنا هنا في الاستوديو السيد نجاح محمد علي الخبير في الشؤون الإيرانية، كما ينضم إلينا أو تنضم إلينا فاطمة الصمادي الباحثة في الشؤون الإيرانية بمركز الجزيرة للدراسات في الدوحة، وأيضا ينضم إلينا من اسطنبول السيد حسن هاشميان الأكاديمي والباحث السياسي الإيراني. قبل النقاش نشاهد التقرير حول نشأة وتطور الحرس الثوري الإيراني ودوره في النزاعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. عندما انتصرت الثورة الإيرانية في عام 1979، وجد قادة النظام الجديد أنفسهم أمام تحديات مستعصية، انتفاضات في الأقاليم غير الفارسية وتحديات من أجهزة النظام الملكي السابق وكذلك الحركات اليسارية المسلحة. هذه التحديات تطلبت تشكيل قوة ضاربة ووفية لرجال الدين لتعزيز أسس نظام الجمهورية الإسلامية التي وعد بها الخميني قبل عودته من منفاه في فرنسا، فجاء تشكيل الحرس الثوري. بحجة الحفاظ على الثورة أمام المجموعات المناهضة لها وخطر عودة النظام السابق، حصل الحرس على ذريعة ليكون له دور، وبدون مساعدة الحرس لم يكن الخميني قادرا على الهيمنة على البلد. مع وقوع الحرب الإيرانية العراقية تعزز أكثر دور القوة الجديدة الصاعدة، فالتف حول الحرس مجموعة من الشباب الثوري مع تجربة متدنية لقيادته في إدارة القتال والعمل العسكري، وسرعان ما نشبت بينهم والجيش النظامي خلافات بشأن إدارة الحرب. كانوا يدعون أني لم أمنح السلاح للحرس الثوري، فأقول أولا لا يحق للحرس الثوري أن يحصل على السلاح، فالمشاركة في الحرب لم تكن من مهام الحرس الثوري، الحرب كانت من مهام الجيش. الحرب مع العراق كانت على وشك الانتهاء خلال الأشهر الأولى بوساطة حركة عدم الانحياز وأطراف خارجية أخرى، لكن قادة الحرس الثوري طرحوا شعار طريق القدس يمر بكربلاء، فخططوا للتمدد في بلاد العرب. أما القوات العراقية فصمدت أمامهم، وظل الإيرانيون يقفون خلف ما كان يصفها صدام بالبوابة الشرقية للوطن العربي. كانوا ينادون بهذا الشعار، طريق القدس يمر بكربلاء، لكن هذه كانت ذريعة، كان الخميني قد خدع، والخدعة كانت بحلم تشكيل الشريط الأخضر الشيعي، وهو الشريط الذي نشهد فيه اليوم صراعات وحروبا. الشريط يشمل إيران والعراق وسوريا ولبنان، هذا الشريط الأخضر يربط شرق العالم الإسلامي بغربه، وكان الخميني يتصور أنه إذا سيطر على هذه المنطقة فبإمكانه فرض ولايته على كل العالم الإسلامي. مع انتهاء الحرب تبددت آمال الخميني، فتوقف مشروع الزحف والتمدد العسكري المباشر لبناء الإمبراطورية المنشودة، لكن المرحلة التالية مهدت لتوسع نشاط الحرس في الخارج من خلال دعم المجموعات المسلحة في مختلف البلدان. قوات القدس الذراع الخارجي للحرس الثوري تحولت إلى قوة رئيسية لتنفيذ الاستراتيجية التي سارت ببطء خلال الحرب. هذا التدخل الخارجي كان من أبرز الخلافات بين الحرس الثوري وحكومة أبو الحسن بن صدر أول رئيس منتخب في إيران. رجال الدين كانوا يقولون إن تصدير الثورة يعني أن نقدم الدعم العسكري للحركات المختلفة في بلدان العالم. أنا كنت أقول لهم هذا لا يمثل تصديرا للثورة بل دعما لمجموعات تنشط في بلدان بعينها. في البداية قاموا بتأسيس مركز للارتباط مع حركات التحرر، ثم تحول المركز إلى قوات القدس، والقصة طويلة.
الأحداث التي تلت الربيع العربي مهدت أكثر لتدخل الحرس الثوري في الشؤون العربية للوهلة الأولى. رحبت إيران بجميع الثورات العربية عدا الثورة السورية التي وصفتها بالمؤامرة ضد محور المقاومة الذي يشكل حزب الله اللبناني ضلعه الثالث. هذا المحور اليوم يقاوم أمام تطلعات ثورة ذهب ضحيتها نحو ربع مليون إنسان وتشرد أكثر من 9 ملايين منهم في بلدان مختلفة. النظام السوري ومعارضوه يتفقان على أن الدعم الإيراني العسكري والمالي يعد العامل الرئيسي لبقاء رئيسه الذي تتهمه منظمات إنسانية دولية بالمسؤولية عن نتائج الحرب الدموية. أما العراق فيدعم فيه الحرس الثوري عشرات المجموعات المسلحة ويخوض عدد غير معروف من أفراده القتالة إلى جانب قوات الحكومة العراقية. إيران تقول إن دعمها للنظامين السوري والعراقي يقتصر على الاستشارات فقط. أما تشيع قتل الحرس في إيران فيدحض هذه الرواية بخصوص طبيعة وقوفها إلى جانب حلفائها. حتى الآن تحقق الكثير. في اليمن سعى الحرس الثوري لإيجاد نسخة مماثلة لحزب الله اللبناني من خلال دعم ميليشيا الحوثي أو أنصار الله التي أخذت تتمدد شيئا فشيئا حتى استولت على العاصمة وسعت لإسقاط شرعية الرئيس عبد رب منصور هادي، وهو ما استدعى طلبه مساعدة دول الخليج العربي بقيادة السعودية للوقوف في وجه هذا التمدد. بعد 35 عاما من تأسيس الحرس الثوري تحكم هذه القوات قبضتها أكثر في الداخل من خلال قمع المعارضين وتمد يدها أطول خارج حدود الدولة، لكن مع استياء في الداخل وكراهية متصاعدة في الخارج من طبيعة التدخل في أوطان تنشد السلام والاستقرار. أبدأ مع السيد حسن هاشميان. أهلا بك سيد حسن. بداية، ما هي المساحة التي يفرضها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية للحرس الثوري للتدخل بالسياسة الداخلية؟ هل هي علاقة أمر وطاعة أم رؤية سياسية وعسكرية متوافقة؟ نعم، تحية لكم ولضيوف الكرام ومشاهديكم. أعتقد أن هناك مساحة جدا كبيرة، يعني الحرس الثوري لديه كل المؤسسات العسكرية والمؤسسات الأمنية، وأيضا هناك مترابط في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، وإذا حتى يرى أي سياسة خارج كل الموضوعات مثلا السياسة أو الاقتصاد وحتى في مسائل الاجتماع مثلا موضوع الحجاب مثلا، هناك نرى بيانات تصدر من الحرس الثوري، وأيضا هناك تحركات في الشارع وهناك دخول البسيج. يعني علي خامنئي سمح المجال بشكل كامل إلى الحرس الثوري، وأعتقد أولا في زمن الإصلاحات من خلال الحرس الثوري والمؤسسات التابعة وقف أمام الإصلاحات التي كان يطالب بها الشعب الإيراني، وقف أمام أي خطوات كان يقوم بها محمد خاتمي الرئيس آنذاك، وثم جاء بحكومة تتشكل من قبل الحرس الثوري في زمن أحمد نجات، وهناك كان 16 وزيرا كانوا يأتون من الحرس أو غريبين للحرس في حكومة أحمد نجات التي كانت تتشكل من 21 وزير. من هذا المنطلق أنا أعتقد أن علي خامنئي سمح كل المجال وكل الفضاء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في إيران للحرس الثوري. يعني محمد خاتمي كانت متوترة علاقته الرئيس السابق محمد خاتمي لدرجة أنه نحو 24 من قادة الحرس الثوري وجهوا رسالة شديدة اللهجة لرئيس الجمهورية. ومن هون رح أنتقل للسيدة فاطمة. سيدة فاطمة، يعني تقول المعلومات أو حتى رئيس أركان الجيش الإيراني يصف روحاني بأنه الرئيس خدم خلال النضال الثوري و35 سنة بعد الثورة في قطاعات دفاعية وأمنية وسياسية حساسة، يجب أن نكون فخورين وشاكرين لوجوده. وهذا الكلام لرئيس أركان الجيش الإيراني. فهم الأمر على أن السياسة سياسة الاعتدال التي يقوم بها روحاني وصلت حتى إلى داخل مؤسسة الجيش، ولكنها وقفت على عتبة الحرس الثوري الإيراني. هل هذا الكلام أو هل هذه المقولة صحيحة؟ وهل في صراع تيارات داخل إيران اليوم؟
في البداية لابد من أن نشير إلى نقطة أن تقييم الحرس الثوري ليس هناك وجهة نظر واحدة بشأن نفوذه في إيران، فهناك من يعتقد أنا مؤسسة صغيرة تقوم بشيء يعني ببعض المغامرات ولذلك هناك أخطاء، وهناك وجهة نظر أخرى تقول أنها مؤسسة نافذة في إيران تحظى بدعم كبير من مرشد الثورة الإسلامية. رأيك سيدة فاطمة؟ نعم، وجهة نظر ثالثة، دعيني فقط أكمل هذه النقطة لأنطلق منها للإجابة على سؤالك. وجهة النظر الثالثة تقول أن هذه المؤسسة هي المؤسسة الأكثر نفوذا في إيران والتي نفوذها يصل حتى إلى المرشد، يعني أن المرشد يستمد نفوذه من هذه المؤسسة وليس العكس. هل هناك صراع قوى في إيران، صراع تيارات؟ نعم، لا يوجد وجهة نظر واحدة بين التيارات السياسية الإيرانية تجاه نشاط الحرس الثوري. هناك حالة تململ كبيرة جدا حتى بين التيار الأصولي، الكثير من نوابه في البرلمان قالوا أن تراجع الاقتصاد الإيراني والكثير من مشكلاته هو نتيجة للتدخل الحرس الثوري المباشر في الاقتصاد، وبالتالي هناك يعني جهات كثيرة في إيران غير راضية عن سيطرة الحرس الثوري على ثلث الاقتصاد الإيراني، وهذه نسبة كبيرة أيضا. يعني نحن نتحدث عن المشغل الثاني بعد الحكومة الإيرانية، يشغل 600 ألف شخص، فهذه السيطرة لها يعني لها مؤيديها ولها معارضيها، ليس فقط من جهة التيار الإصلاحي، حتى روحاني نفسه يعني في خطاب له في العام الماضي انتقد الفساد وأشار بشكل أو بآخر إلى ضلوع الحرس الثوري في هذه القضية، وبالتالي نعم هناك وجهات نظر، هناك حتى خلافات كبيرة على هذا الصعيد. الكثير من يعني أنا أتذكر أحمد توكلي وهو نائب أصولي في البرلمان قال أكثر من مرة أن يعني تدخل الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني سيوصله إلى أزمة تلو أخرى. طيب نعم. أعود إليك سيد نجاح محمد، يعني رفسنجاني شهدت فترة حكمه مع الحرس الثوري توترا شديدا على خلفية الحرب على العراق، محمد خاتمي أيضا في كما ذكرنا 24 من قادة الحرس وجهوا له رسالة شديدة اللهجة، حتى نجاد المعروف الرئيس نجاد المعروف بخلفيته بأنه يأتي من الحرس الثوري يعني وجه انتقادات للحرس الثوري بمناسبة انعقاد مؤتمر مكافحة السلاح. روحاني أيضا وجه انتقادات كما ذكرت السيدة فاطمة. نفوذ هذه المؤسسة ما حجمه في الداخل الإيراني؟ هل نفوذ هذه المؤسسة يصل كما ذكرت السيدة فاطمة لحد أن المرشد الأعلى نفسه هو يستمد قوته من الحرس الثوري؟ أولا يجب أن نوضح موقع الحرس الثوري في نظام الجمهورية الإسلامية بعد سقوط نظام الشاه، وموقعه أيضا في المعادلة الدستورية في القانون. الحرس الثوري أسس أساسا بعد سقوط الشاه مباشرة، أسس في 3 شعبان عام 1979، يعني قبل الحرب العراقية الإيرانية، وكان يفترض أن يكون مؤسسة داخلية فقط، يعني مؤسسة لحفظ الثورة، وأساسا هو يعني اسمه سباه بازداران، الحرس الثوري، حرس الثورة الإسلامية في إيران لحفظ الثورة الإسلامية ومنجزاتها. لكن 150 تنص من الدستور قوات الحرس أو قوات حرس الثوري تبقى راسخة ثابتة من أجل حماية الثورة. بالضبط. لكن بعد أن وقعت الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر 22 من سبتمبر 1980 انخرط الحرس الثوري مباشرة في هذه الحرب وتحول بالفعل إلى مؤسسة عسكرية قوية جدا. ولأنه بتعرفين يعني كانت هناك شكوك تجاه الجيش، يعني حتى يعني الموقف الثورة الإسلامية من الجيش الذي أعدم في آنذاك الكثير من جنرالاته بعد سقوط نظام الشاه لم يكن فاعلا في الحرب العراقية الإيرانية كما ينبغي، وخصوصا عندما كان الرئيس أبو الحسن بن صدر وكان متهما بأنه متواطئ مع الجيش. الحرس الثوري كون إمبراطوريته العسكرية أولا خلال فترة الحرب مع العراق، بعد انتهاء الحرب، وهنا أعتقد يعني أريد أن أصحح لك فيما يتعلق بالعلاقة مع رفسنجاني. رفسنجاني كان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بالنيابة عن الخميني، يعني الإمام الخميني كان فوضه
كل ما يتعلق بشؤون الحرب. بس قيل بأنه رفسنجاني استطاع أن يقنع المرشد الأعلى فيما يتعلق بوقف الحرب حول العراق، بينما الحرب مع العراق، بينما الحرس الثوري كان له موقف معارض. بالضبط، أنا هذه النقطة أريد أن أوضحها. أنا كنت شاهدا عليها. أنا كنت أعمل في الإعلام الرسمي الإيراني في تلك الفترة عندما وقفت الحرب. رفسنجاني اقناع رفسنجاني لموضوع الحرب موضوع طويل ومعقد، لانه كانت هناك رغبه لدى الايرانيين وخصوصا حتى الامام الخميني ان تقف الحرب في مثل هذه الايام من عام 1981 بعد استعاده المحمره او خرم شهر تحريرها من قبل القوات الايرانيه واستعيدت من العراق. كان يفترض أن تقف الحرب، لكن رفسنجاني كان يريد استمرار الحرب، وعلى هذا الأساس حمل رفسنجاني من قبل الكثير حتى من الإصلاحيين مسؤولية استمرار الحرب والضحايا التي يعني سقطت خلال هذه الفترة. لكن رفسنجاني بعد أن أقنع الإمام الخميني بإيقاف الحرب ووقفت الحرب، هو الذي كذلك أقنع الحرس الثوري بأن يتوجه نحو العمل الاقتصادي لكي يندمج وتندمج مؤسسة الحرس الثوري. يعني الهدف كان نبيل في البداية، أن تندمج مؤسسة الحرس الثوري من مؤسسة عسكرية محض عسكرية تفكر بالقتال إلى البناء، لأنه إيران كانت تحتاج في إعادة البناء. ورفسنجاني يعني هو فتح باب الاقتصاد الرئيس رفسنجاني في ذلك الوقت، اقترح عليهم ووافقوا وتم الاتفاق على أن يبدأ الحرس الثوري بالمشاريع الكبرى في إعادة البناء. ورفسنجاني كان يسمى بأمير كبير إيران في تلك الفترة. طيب، لم ترد على سؤالي. يعني اليوم هل المرشد الأعلى هو من يستمد نفوذه من الحرس الثوري أو العكس؟ سأصل لك. يعني عندما تحول الحرس الثوري إلى مؤسسة اقتصادية للاندماج مع المجتمع الإيراني، بالتأكيد ضمن الدستور هو الحرس الثوري واحد من أهم المفاصل التي يعتمد عليها المرشد. لكن خامنئي تحديدا من خلال علاقاته الشخصية، خامنئي هو الذي دمج قادة هذا الحرس الثوري بالمؤسسة العسكرية الرسمية من خلال منحهم الرتب العسكرية. يعني قبل في أيام الحرب لم تكن هناك رتبة عسكرية، لم يكن هناك عميد، ولم يكن هناك لواء، ولم يكن. خامنئي أوجد لهم مؤسسة، أوجد لهم جامعة الإمام الحسين، أوجد لهم إعدادية للطلاب، وأنا على فكرة درست فيها فترة إعدادية الحرس الثوري. طيب، خلينا نأخذ فاصل قصير ونعود لمواصلة هذا الحوار. فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد. الحرس الثوري الإيراني يعتبر دولة داخل دولة، فهو يتحكم في جزء كبير من الاقتصاد الإيراني بالإضافة إلى قدرته العسكرية الكبيرة. التفاصيل ثم نعود لنواصل النقاش. أعود إلى السيد حسن هاشميان. سيد حسن، يعني في ظل ما عرضناه من نفوذ وقوة لمؤسسة الحرس الثوري، يعني نفوذ اقتصادي يعتبر الحرس الثوري يسيطر على ثلث الاقتصاد، نفوذ عسكري كبير جدا، هل يمكن أن نقول بأن الحرس الثوري هو من يحتكر تغيير الاستراتيجية الخارجية لإيران، أم أن المؤسسات الأخرى تقوم بهذا الدور أيضا أو على الأقل تشارك فيها؟ نعم، ولكن قبل أن أجيب على هذا السؤال يجب علينا أن نقف على شكل تأسيس الحرس الثوري، وأيضا نعرف أن الحرس الثوري مر على مراحل مختلفة عن سابقاتها. هناك فرق بين بداية الحرس الثوري بعد الثورة عندما تؤسس في 1979، هناك أشخاص كانوا قريبين إلى مثلا مجاهدي خالق مثل حسن لاهوتي، هو
وقبل الثورة كان من جماعة مجاهدي خلق، وهو الذي أخذ الحكم من خميني وتم انبثاق الحرس الثوري. أو مثلا علي دانش منفرد، هو أول رئيس كان للحرس الثوري بعد الذين دونوا النظام الداخلي للحرس، أيضا كانوا بعيدين عن الإيديولوجية الحاكمة الآن في داخل إيران. أيضا تأسس الحرس في البداية من أجل حفظ النظام في المدن وحماية ممتلكات الدولة وأيضا الحماية عن السفارات. لا توجد هناك إيديولوجية محاربة أو مجابهة الاستكبار العالمي كما يسمونه الآن ومتعلق بالولايات المتحدة، أو لا توجد هناك إيديولوجية. واضح أنه اليوم تطور دور الحرس الثوري وأصبح له أزرع، وحتى هو يتدخل مباشرة من سوريا للعراق لليمن للبنان. وأريد أن أفتح هذا الباب، دور الحرس الثوري خارج إيران، لأن الوقت يداهمنا سيد هاشم. نعم، وأنا أقول بعجالة، بعد ما اقتحموا السفارة الأمريكية هناك تغير كل شيء في إيران. هناك رأينا إيديولوجية جديدة في الحرس الثوري، ثم هذه الإيديولوجية بعد انتقالها للحرب الإيرانية العراقية تركزت بشكل كامل. وفي عام 1989 في تعديل الدستور الجديد دخلت مواد لوظائف جديدة للحرس الثوري، وعلى هذا الأساس الآن الحرس الثوري وتبعية له البسيج يتدخل في كل الشؤون وفقا إلى هذه المواد التي تم تعديلها في الدستور الإيراني في عام 89. من هذا المنطلق لا يوجد شيئا من الإيديولوجية المتعلقة بالحرس الآن في الثورة الإيرانية. الثورة قامت من أجل العدالة ومن أجل الديمقراطية، ولكن عندما دخلوا إيديولوجية صدور الثورة، طبعا هناك رأينا موضوع فيلق الغوص، ورأينا كيف يتدخل في العراق وثم يتدخل في أفغانستان، والآن بعد الربيع العربي كما جاء في تقريركم يتدخل في كل الشؤون. الآن هو قاسم سليماني، يعني فعال ما يشاء، هو اليمين إلى علي خامنئي، هو الوزير الخارجية والوزير الداخلية ويعمل كل ما يشاء، هو وزير الدفاع. وأعتقد أن وجهة نظره هو مسموعة من قبل خامنئي والهيكلة الحاكمة في داخل إيران، ويعمل كل شيء. ومن هذا المنطلق ممكن هناك نرى هامش مثلا إلى محمد خاتمي الرئيس الأسبق في موضوع الإصلاحات، أو نرى هامش في شعارات جديدة من قبل حسن روحاني في مثلا الوسطية وغير الوسطية، ولكن هذا الهامش عندما يعني يقابل الإيديولوجية المتعلقة بالحرس، هذا الهامش سينتهي والحرس سينقلب على حسن روحاني، وأيضا كما انقلب على محمد خاتمي. من هذا المنطلق لا فضاء ولا مجال للتحرك للإصلاح وأي شيء يشبه الإصلاح في داخل إيران. طيب سيدة فاطمة، يعني تحرك إيران في الخارج كيف يمكن قراءته؟ هل هو انطلاقا من مبدأ تصدير الثورة أم محافظة على المصالح والنفوذ والهيمنة؟ ما تفعله إيران اليوم في سوريا، في اليمن، في العراق وفي لبنان، وكيف تفسرين ظهور سليماني إلى العلن بعدما كان يعيش في عتبة السرية إن صح التعبير؟ نعم، هو الأسباب متداخلة. يعني بالنسبة لحضور الحرس الثوري أو إيران في الخارج بشكل فيلق القدس، هذا برأيي لا يتعارض لا مع الطرح الثوري الإيراني ولا حتى مع طرح الحرس نفسه. يعني إذا عدنا إلى ساحات التواجد التي يتحدث عنها الحرس، هو يحدد ثلاث ساحات للمواجهة. هناك ساحة محلية يحدد الليبراليين كأعداء فيها، هناك ساحة إقليمية يحدد فيها كان يحدد فيها إسرائيل قبل الثورات العربية، الآن هو يستخدم تعبير الأصوليين المتطرفين كأعداء فيها. هناك الساحة الدولية التي هي الاستكبار العالمي، ولا نعرف يعني ماذا سيكون عليه التوصيف بعد إذا ما تم هناك تقارب إيراني أمريكي. سأعود إلى هذه تقارب النقطة. إيراني أمريكي لكن بالنسبة لوجود، كما قلت، هو وجود يعني ضمن الأيديولوجية
الأيديولوجي وضمن الرسالة التي يتحدث الحرس ويقدم فيها نفسه فهو يبرر ذلك. وجود كما قلت هو مزيج من الطرح الثوري تصدير الثورة، وهو مزيج من البحث عن دور لإيران في الخارج. يعني أحد قادة الحرس الثوريين قبل أشهر قال أنه لولا هذا التواجد لم يكن لإيران أن تحدث هذا الاختلال في موازين القوى لصالحها. وأيضا يعني هو هناك سبب آخر يتحدثون عن أن هذا التواجد هو لضمان الأمن القومي الإيراني، وبالتالي شمخاني في تشييع الجنرال تقوي الذي قتل في العراق قال لو لم يدفع تقوي نفسه في سامراء لكان علينا أن ندفع دماءنا في طهران وشيراز وإصفهان. وبالتالي هو مزيج، يعني السياسة الإيرانية على هذا الصعيد أو توصيف هذا الحضور على هذا الصعيد هو مزيج من الحديث عن الأمن القومي الإيراني، دور إيران في المنطقة، الاعتراف بهذا الدور وشرعنة هذا الدور، وأيضا الشعارات الثورية، حماية المستضعفين كما هو الشعار الذي استخدم لتوصيف العلاقة أو للحديث عن دور إيراني في اليمن. في البداية كان منكر، لكن آخر تصريح للجنرال إسماعيل آغاخاني قال أن الحوثيين قد تربوا تحت راية الجمهورية الإسلامية. طيب أعود لك سيد نجاح، يعني على الرغم من أن الخطاب الرسمي الإيراني لازال يتحدث عن أنه هن يدافعون عن مصالح الشعوب، يدافعون عن القيم الإنسانية، وأنه تدخلهم في سوريا واليمن والعراق ولبنان لا يتجاوز كونه استشاري، بس واضح أنه في يعني ضباط يقتلون من الحرس الثوري سواء في سوريا أو في العراق. أنت تقول بأنه بالفترة الأخيرة أو بالأشهر الأخيرة انحسر هذا الدور داخل خارج إيران، على ماذا تبني ذلك؟ أولا هناك الكثير من يعني عدم الفهم لما يجري في إيران فيما يتعلق بدور الحرس الثوري وبدور الرئيس، أي رئيس في المؤسسة الإيرانية. الرئيس في إيران هو الشخص الثاني بعد المرشد الأعلى بغض النظر من هو الرئيس، ويعتمد الرئيس يعني بقوته يستطيع أن يفعل الكثير. الآن في تجربة حسن روحاني، وهذه يجب أن يفهمها أخواننا العرب كثيرا ويفهمها الإعلام العربي الذي يعني حتى عندما يتحدث مع المعطيات الإيرانية، مثلا هذا التصريح الذي ذكرته الأخت فاطمة ليس له وجود نائب رئيس نائب قائد الحرس الثوري، هناك النص الفارسي غير النص العربي، الترجمات دائما خاطئة ودائما مقصودة. الآن حتى وإن كان هذا صحيحا، الحرس الثوري الآن الحرس الثوري هو في المؤسسة الإيرانية، استطاع الرئيس حسن روحاني أن يقنع المرشد أن يأخذ الكثير من الملفات الرئيسية من الحرس الثوري ويجعلها في الرئاسة. ونبدأ من الملف النووي، تعرفين جيدا الملف النووي هو أساسا بيد الحرس الثوري. الملف النووي لا أقصد المفاوضات، أقصد المنشآت، تفاصيل المنشآت. ولدينا تجربة في عام 2002 و2003 عندما كان روحاني السكرتير العام للأمن القومي الإيراني، كان يفاوض الترويكا الأوروبية، ألمانيا، فرنسا وبريطانيا، لم يكن يزود بمعلومات جيدة أو صحيحة من قبل الحرس الثوري، فوقع في مأزق. وعندما أصبح رئيسا للجمهورية استطاع أن يحل هذا المأزق وتحدث مع المرشد بصراحة وبكل صراحة أنه أما أن تريد اتفاق نووي أو لا تريد، إذا تريد اتفاق نووي فأعطيني المعلومات. المرشد أجبر الحرس الثوري في التعاون مع الرئيس حسن روحاني، ولاحظنا النجاح الذي حصل في اتفاق الإطار. لو لم يوافق الحرس الثوري ولم يذعن، أنا أقول يذعن لإرادة الرئيس حسن روحاني في حل المشكلة سياسيا، لما توصلوا إلى اتفاق إطار. في نفس الوقت الآن الكثير من المفاصل الملفات الخارجية مثل ملف العراق والملف السوري أخرجت من يد الحرس الثوري مباشرة ووضعت بيد. كيف يعني؟ شفنا سليماني، في صور لسليماني بالعراق، في صور لسليماني باللاذقية. أريد أن أوضح، أنا أتحدث عن ملف يعني العراق، سوريا، اليمن، البحرين، حتى البحرين. هذه الملفات وضعت كلها بيد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وتحديدا علي شمخاني. الحرس الثوري يعني قاسم سليماني والجنرال حسين همداني
الذي كان في سوريا والذي كان قائدا للحرس الثوري في طهران وقمع مظاهرات 2009 بشدة خلافا للدستور، هم يعملون تحت إمرة وإشراف علي خامنئي علي 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 شمخاني. وقد استطاع علي شمخاني أن يحل مسألة الولاية الثالثة لرئيس الوزراء العراقي السابق نور المالكي إرضاء للمملكة العربية السعودية. كنا على مشارف أن يحصل هناك انفراج في العلاقات الإيرانية السعودية، خصوصا فيما يتعلق بالعراق والرئاسة في لبنان، واستطاع شمخاني أن ينهي هذا الموضوع. الملف السوري كمان كذلك أعطي من قاسم سليمان الملف السياسي، كل ما يتعلق بالملف السياسي أخرج من الحرس الثوري وأعطي بيد علي شمخاني. الحرس الثوري هو يقوم بعمليات لوجستية، الآن أحكي لك بكل صراحة، سليماني فقط مسؤول عن الملف يسمى المواجهة مع إسرائيل، وهم يشتغلون على خط الجولان إذا تذكرين عندما طيب. بدي أسمع رأي السيد حسن فيما ذكرت سيد نجاح، ما رأيك سيد حسن؟ هذا الكلام غير صحيح إطلاقا. حسن روحاني وشمخاني كل هؤلاء الأشخاص في النظام الإيراني يعملون على أدوار مختلفة بهدف واحد، موضوع الملف النووي والتخلص من الملف النووي هو ليس مطلب حسن روحاني، مطلب علي خامنئي وأيضا مطلب الحرس الثوري. حرس الثوري يحتاج إلى تمرير والتخلص من الملف النووي حتى يتخلص من أعباء العقوبات وحتى يستطيع أن يتدخل في اليمن والعراق ومكانات أخرى. من هذا المنطلق التغيير في مثلا نقل الملف النووي من مجلس الأمن الأعلى في زمن سعيد جليلي إلى الوزارة الخارجية الإيرانية هذا لا شيء، وهذا ربما يكون مطلب أمريكي من الطرف الإيراني حتى يستطيعون أن يتماشوا بشكل سهل، لأن تعرفون أن محمد جواد ظريف هو كان يعمل في الولايات المتحدة وهو غريب إلى الإدارة الأمريكية والكواليس الأمريكية. ومن هذا المنطلق يعني هناك نقطة إيجابية كانت في صف علي خامنئي كي يعطي الملف النووي إلى محمد جواد ظريف ويتساوم ويتعامل مع الجانب الأمريكي. هذا ليس من أجل أن حسن روحاني يستطيع يقف أمام الحرس الثوري، ولكن في الأصول وفي المبادئ والأهداف الأساسية للنظام الإيراني لا توجد هناك معارضة من حسن روحاني تجاه الحرس أو حسن روحاني يستطيع أن يقف أمام الحرس. كل شيء الآن هو موجود بيد الحرس، وأعتقد حتى مستقبل إيران سيكون بيد الحرس، وسترون كيف الحرس الثوري سيتدخل في الانتخابات القادمة، الانتخابات البرلمانية وأيضا الانتخابات المرتبطة في مجلس الخبراء، وسيشطب كل جميع هؤلاء الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم إصلاحيين، وأيضا هؤلاء الذين معتدلين حتى يدخلوا في مجلس الخبراء أو البرلمان. أنا أعتقد أن كل شيء بيد الحرس، وحسن روحاني هو موظف من أجل الأهداف الذي ترسمها الحرس، وهم محتاجين الآن بشكل كامل إلى التخلص من الملف النووي. طيب سيدة فاطمة، اليوم الحرس الثوري لفترة زمنية طويلة بنى قوته ونفوذه على أساس شعار يعني أمريكا الشيطان الأكبر، وعلى أساس الانتقادات لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم في اتفاق نووي، اتفاق لوزان، قد يصل إلى اتفاق النهائي في 30 من هذا الشهر. كيف يمكن أن يؤثر هذا الاتفاق على نفوذ الحرس الثوري إيجابا أم سلبا؟ يعني السيد حسن يتوقع أنه سيتنامى هذا النفوذ، ما رأيك أنت؟ قبل ذلك أنا أريد أن أعقب أن النص الذي اعتمدت عليه بتصريحات إسماعيل آغا غاني هو نص فارسي، قال بالحرف: مدافعان يمن زير برشم جمهورية إسلامي إيران تربية شودي، لقد ربي مدافعو اليمن تحت راية الجمهورية الإسلامية. هذا أولا، يعني أنا أعتمد على النص الفارسي. نعم، مسألة أخرى، القول بأن الملف يعني عالمة باللغة الفارسية، تفضلي يا سيد فاطمة. نعم، المسألة الأخرى، القول بأن الملفات الأمنية قد أخرجت من يد الحرس، هذا مجانب للحقيقة وهذا غير صحيح. بالعكس، يعني ملفات الأمنية، وأقصد بها ملف العراق، سوريا، فلسطين، الحرس هم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة فيها. هذا تعقيبي يعني على اليمن، يعني اليمن كلا ولبنان كلا؟
لا اليمن ولبنان، أنا أقول الملفات الأمنية، الملفات الأمنية يعني أبرزها، لكن اليمن نعم من ضمنها، ولبنان بالتأكيد يعني، لكن لبنان يعني حزب الله لقوته لديه كلمة في هذا الموضوع. لكن بالنسبة للاتفاق النووي، أنا برأيي إذا تم وفق الشروط التي وضعها، وفق الخطوط الحمراء التي وضعها المرشد، وعندما نتحدث عن المرشد نحن نتحدث عن ما يسمى بيت رهبري، يعني البيت القائد أو الحلقة المحيطة بالمرشد، وهي حلقة من المستشارين معظمها من الحرس الثوري على مختلف الصعد، هم من يحددون أو يساعدون المرشد في رسم هذه السياسة. إذا ما تم الاتفاق ضمن الخطوط الحمراء التي حددها المرشد، نعم بالتأكيد هذا سيزيد من نفوذ الحرس في إيران. الحرس الثوري في إيران يحتاج الاتفاق أكثر من غيره. لماذا؟ لأن العقوبات الاقتصادية فعلت فعلها بالاقتصاد الإيراني. وعندما نقول أن الحرس يسيطر على ثلث الاقتصاد الإيراني، عندما نقول أنه المشغل الثاني، عندما نقول أنه هو المسيطر على المعابر والأرصفة البحرية، هناك 80 رصيف بحري غير معلن، عندما نقول أنه الفاعل في حقول النفط يعني مراحل 15 والسادس عشرة من حق الفاس، وأيضا خط السلام مع باكستان، كل هذا تحت مسؤولية الحرس. فالحرس يحتاج إلى إزالة العقوبات عن إيران. لكن في رأيي أن الحرس سيقف ضد الاتفاق إذا ما وصل التفتيش إلى مؤسساته، يعني إذا ما وصل التفتيش على المؤسسات الأمنية في إيران، والتي أدرجت في القرار إلا لم تخني الذاكرة، القرار 1747 لمجلس الأمن، والتي حددت بالاسم مجموعة من المؤسسات الإيرانية معظمها تابعة للحرس الثوري. إذا طالها التفتيش وإذا طال أيضا التفتيش البرنامج الصاروخ الإيراني، فأنا برأيي أن الحرس سيقف ضد هذا الاتفاق بشكل كبير. لكن اتفاق يزيل العقوبات عن إيران، الحرس هم المستفيد، لأنه الدورة الأخيرة من العقوبات والتي طالت القطاع النفطي في إيران، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى خسارة إيران السلاح النووي. لا، هو لنكن يعني، هذه أيضا من المسائل التي يعني هناك خلاف حول تقييمها. هل فعلا إيران تريد السلاح النووي، أم أن الملف النووي تم توظيفه لصالح بناء دور لإيران في المنطقة؟ إيران تريد التكنولوجيا النووية، اتفاق يعترف ب إيران قادرة على إنتاج تكنولوجيا نووية وليس سلاح نووي، هو ما تريد إيران. أنا برأيي هذا ما تريد إيران، لأن ذلك سيؤثر على رفاه ونمو المجتمع الإيراني، مؤسساته، اقتصاده، وبالتالي هذا الاقتصاد سيكون رديف ومساعد لتعزيز دور إيران الإقليمي والمنطقة والمرسوم ضمن الخطة الأفق التي حددت 2025 لتصبح إيران القوة الإقليمية الأولى في المنطقة. طيب، بدي اسمع منك سيد نجاح، يعني انعكاسات اي اتفاق نووي نهائي على دور ونفوذ الحرس الثوري. بالتاكيد انا مع وجهه النظر المخالفه، يعني انا اعتقد جازما ان نجاح الاتفاق النووي سيعزز من الاصلاح، من نفوذ المعتدلين والاصلاحيين، يعني يعيدهم ممكن الى الواجهه. ولا، هم الامريكان طبعا اقتنعوا فيها، لان الامريكان يفهمون ايران اكثر مما يفهمه العرب بصراحه. ونحن مقبلون على انتخابات برلمانيه وانتخابات مجلس الخبراء. صحيح الحرس الثوري مارس دورا سلبيا في الانتخابات الماضيه، الانتخابات قبل الماضيه، عندما قمع الاحتجاجات، وقبل ذلك شارك حتى في التزوير. يعني أنا أتهم مباشرة الحرس الثوري بأنه تدخل في السياسة، وهذا أكبر خطأ، وأكبر خطأ دستوري. يعني لا يحق له أن يتدخل في السياسة، لا يحق له أن يعبئ الناس الجماهير لصالح مرشح من المرشحين، كما فعلوا لصالح أحمدي نجاد وجاءوا به إلى الرئاسة مرة أخرى وحصلت تلك النكبة. المرشد علي خامنئي لا يريد أن تتكرر تجربة أو ما سماها هو بفتنة 2009 مرة أخرى، لذلك اضطر إلى التدخل مرة أخرى ومنع الحرس الثوري من أن يزور الانتخابات في انتخابات عام 2013، وسمح بذلك لفوز مستحق للرئيس حسن روحاني. لذلك أنا أعتقد أن الانتخابات المقبلة إذا نجح هذا الاتفاق، وأنا أعتقد أنه سينجح هذا الاتفاق النووي،
بالشروط التي تم التوافق فيها. أعتقد أن من شأن ذلك أن يعزز من دور الاعتدال في إيران، أن ينجح الاعتدال في انتخابات. نحن مقبلين على انتخابات، اثنين انتخابات من أهم الانتخابات هي انتخابات مجلس الخبراء، المجلس المعني بالقائد، انتخاب القائد، تعيين القائد وتقييم القائد. هناك لجنة في مجلس الخبراء تقيم المرشد وتقيم أداءه، حاليا هذه اللجنة معطلة تقريبا، ولأنه الذين يعني شكلوا هذه اللجنة هم أما من المنسوبين أو من المنصوبين من قبل المرشد علي خامنئي تحديدا. المعتدلون يريدون أن ينجح هذا الاتفاق وتنجح إيران بالمقابل في 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 الاتجاه نحو الاعتدال والملفات التي تحدثت عنها. أنا أقول إذا كان الأمر كذلك، ليش يعني اتفاق لوزان؟ هذا إعلان رسمي، هذا إعلان رسمي أنه الملفات خرجت أخرجت من الحرس الثوري ووضعت بيد المجلس. اتفاق لوزان إذا كان الموضوع سيؤدي إلى تعزيز الاتجاه المعتدل، طيب ليش ما بدأت يعني تبان البشائر إذا صح التعبير؟ ما في الاتفاق تم توقيعه ونحن مشرفين على الاتفاق النهائي في نهاية هذا الشهر، يعني لماذا لم تبدأ البشائر تظهر؟ ظهرت بعض البشائر، وهناك الشركات الغربية الآن لا تزال تقف في الطابور. لا، أنا أتحدث عن تعزيز الاتجاه المعتدل داخل إيران. عندما ترفع العقوبات وعندما يتنفس المواطن الإيراني اقتصاده بشكل جيد، المواطن الإيراني يطالب آنذاك بالكرامة، سيطالب بحرية التعبير، سيطالب بحريات اجتماعية. طيب، بدي تعليق سريع جدا الكثير من السيد الكثير حسن من الذين يدعمون الرئيس روحاني لا يزالون في المعتقل. فكرة. بدي تعليق سريع جدا من السيد حسن وبعدين من السيدة فاطمة بثلاثين ثانية لكل منكما لو سمحتما. تفضل سيد حسن. يا سيدتي الأستاذ محمد نجاح علي، محمد علي نجاح يتحدث عن إيران كان سويسرا والقانون هناك حاكم فيه. نجاح محمد علي عفوا، هناك لا يوجد أي قانون في إيران، حتى الدستور والمواد الدستورية هي معطلة. يعني علي خامنئي هو فعال ما يشاء، وأعتقد موضوع يعني مجيء حسن روحاني لمهمة تمرير الملف النووي ولا شيء. طيب، في الوقت الحالي وطبقا إلى كلامك ما تفضلت به، في الوقت الحالي الهجوم على حسن روحاني يعني بعد وصول المفاوضات إلى هذه المرحلة، وحضرتك تحدثت عن البشائر، في هذا الوقت هناك هجوم غير مسبوق على حسن روحاني، يهاجمونه من كل جانب، بعدين الإعدامات مستمرة، القمع الصحافة مستمرة، لأنه انتهى الوقت، السجون مستمرة. تفضلي سيدة فاطمة في 30 ثانية لو سمحت. نعم، بسريعا وبشكل مختصر، إن من يحكم إيران اليوم هي مؤسسة الحرس الثوري ونفوذها في الاقتصاد والسياسة، وأستطيع أن أقول أن مستقبل إيران في العقد القادم أو مستقبل إيران هو بيد الحرس الثوري. حتى تعيين المرشد القادم الخليفة لخامنئي لن يكون بدون دور كبير لحرس الثوري. وشكرا لك. شكرا لك سيدة فاطمة الصمادي، الباحثة في الشؤون الإيرانية بمركز الجزيرة للدراسات في الدوحة. كما أشكر أيضا السيد حسن هاشميان أكاديمي وباحث سياسي إيراني، كنت معنا من إسطنبول. وهنا السيد نجاح محمد علي الخبير في الشؤون الإيرانية. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.